صحيفة الوطن الموالية تقول إن الحياة طبيعية وهي صورت في الأسواق، هل وفق ادعائها هل أساسا توقفت الأسواق عن العمل خلال 12 يوما من الانتفاضة؟ مساء النور زميلي. أولا الأسواق نعم عادت إلى وضعها ولكن بشكل جزئي، والمؤسسات عادت إلى عملها ولكن بشكل جزئي من أجل خدمة المواطن لا أكثر ولا أقل. نعم هذا الكلام عار عن الصحة، لأن الوطن لا تعطي الكلام الدقيق كليا. فقد عادت الأسواق إلى وضعها لكن ليس الطبيعي صديقي، لأن هناك فقر اقتصادي. يعني أساسا عفوا لو أعطاتك بيسان لو أعطاتك أساسا بشكل جزئي، أساسا مثل ما بنعرف أنه اليوم الأول فقط كان الإضراب عام، لكن من اليوم الثاني عادت الحياة بين قوسين إلى طبيعتها، واقتصر الإضراب على بعض المؤسسات صديقي حتى. ليس لم تعد الحياة نعم لم تعد الحياة إلى طبيعتها، بل عاد العمل بشكل جزئي فقط ما يخدم خدمة المواطن كالأفران. المؤسسات عادت للفتح بشكل جزئي فقط الموظفين الذين يخدمون المواطن كالمحاسبين. أما الدوائر التي لا تخدم المواطن فهي ما زالت مسكرة. الأسواق كيف حركتها؟ لأنه ذكرتي أنها حتى ليست طبيعية بيسان. كيف؟ الأسواق، حركة الأسواق كيف هي؟ حركة الأسواق ليست جيدة كما كانت، ولكن نستطيع وصفها بمتوسطة. ولكن صديقي اليوم قمنا بجولة ضمن الأسواق وكانت النتيجة أن التجار يعانون من جولة الأسواق، يعانون من القدرة الشرائية لدى المواطن، لأن ليس لديه كما قالوا أنهم لم يستلموا رواتبهم بعد بسبب الإضراب. لذلك قام بتشغيل جزئي للمؤسسات، وأيضا بسبب ارتفاع المازوت والبنزين أيضا هناك ضعف في حركة السوق صديقي. حركة السوق ليست كما كانت قبل، وهناك خسائر فادحة للتجار بما يتجاوز اليوم. مثلا كان هناك لقاء مع أحد التجار فكانت خسائره بما تتناسب 18 مليون ليرة سورية، وهذه الخسائر ليست بخسائر عادية. وبالتالي بيسان قد تؤثر هذه الخسائر لاحقا على الحراك برأيك؟ لا نعتقد أن هذه الخسائر قد تؤثر على الحراك أبدا، لأن هذه الخسائر ليست هي نتيجة الحراك، بل نتيجة القرارات المشحفة للدولة السورية برفع المازوت والبنزين. جميل جدا. بيسان بختم معك ولو بإيجاز لو سمحتي، نحن عشية يوم جمعة جديدة، كيف تترقبون في السويداء مظاهرات يوم الغد؟ في الواقع صديقي اليوم بدأت المظاهرات المسائية، لأن هناك أصبحت مظاهرات نسائية للذين لا يستطيعون الخروج في الصباح من أجل أن يكملوا أعمالهم الصباحية. بينما المظاهرات غدا هناك دعوات شاملة من كامل القرى إلى ساحة الكرامة للتجمع جميع النقاط في ساحة الكرامة. المظاهرات لم تقل صديقي، لم تقل، رغم أن الأعداد في ساحة الكرامة هي قليلة، لكن المظاهرات ما زالت على 138 قرية.